ومن ضمن هذه الدروس المباركة تعين الإنسان على صدق الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. عندما الإنسان يحجز نفسه بعد الصلاة، يحجز نفسه عن الهاتف، يحجز نفسه عن أهله، يحجز نفسه في هذا المسجد، ما الذي حجزه؟ ولماذا جلس هذه الجلسة؟ جلس هذه الجلسة لله وفي الله وبالله. كما قيل أن في نهاية المجلس يقول الله سبحانه وتعالى: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، قد بدلت سيئاتكم حسنات. نسأل الله تعالى أن يكون لنا أوفر نصيب من هذا. فيقال إن فيهم العبد فلان العاصي، فماذا يجيب الله سبحانه وتعالى؟ هم القوم الذين إيش؟ لا يشقى جليسهم. هم القوم الذين إيش؟ لا يشقى جليسهم. هذا سلك الارتباط مثل هذه الحلقات هي إنما ارتباط وتطبيق سنة من سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم دروس يومية ومجالس في كل يوم مع أصحابه.